اسعد اخذنا سياره فالامر راح نرتفع فوق للمياه المعدنيه والجاكوزي الطبيعي. المنطقه واعره طبعا اي سياره ما تقدر تصعد الا السيارات الرباعيه تدفع في او فالامر. ما راح نترك البله ونصعد ونحاول نصور الطريق. أنا طالع مع ارارات للسياحة برفقة الأستاذ أبو ماسيس، والأخ موجود متواجد بأرمينيا ويسوي زورات سياحية. وطلعنا اليوم على جولة والله كلش ممتعة وحلوة،